الحقيقة وأنا حرفعها لك على اليوتيوب. طيب سامع يا أميرة؟ تمام تمام شكرا جزيلا. طب خلاص يبقى انا اعمل ريكوردنج النهارده وان شاء الله ممكن على فكره ابعتها برضو اعملها كومباكتد وابعتها لكم ان شاء الله برضو باذن الله. تمام شكرا لحضرتك. يعني كده انا اللي بسجل دلوقتي. يلا توكلت على الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. حتى ان شاء الله معاكم النهارده موضوع اسمه انتيروباسيك أرثروباسي. والحقيقة الموضوع ده أنا هتكلم فيه لأكثر من سبب. السبب الأولاني الحقيقة لأن هو بيتلخبط مع حاجات تانية. يعني يقال كلمة انتيروباسيك أرثروباسي معناها الأرثرايتس أسوشييتينج الإنفلامات الباو ديزيز. الكلام ده غير دقيق زي ما هنشوف النهاردة بإذن الله إن شاء الله. فده اللي خلى لي أهميته. الحاجة التانية انه داخل مع مجموعه مهمه جدا جدا في الطب دلوقتي اسمها سيرونكتيف سبونديلو ارثروباسيس. وبالتالي لازم الامور تبقى واضحه بالنسبه للانتيروباسيك ارثروباسي. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه موضوع الانتيروباسيك ارثروباسي وهل هو يستحق احنا كمصريين نقول عليه محاضره. يستحق. زي ما هنتكلم دلوقتي على الكلاسيفيكيشن بتاعه. الانتيروباسيك ارثروباسي ده انديميك ديزيز موجود في مصر زي ما هتشوفوا، ويمكن يقرب من الموضوع بتاع البارازيتيك روماتيزم. والحقيقة أنا فاكر في مؤتمر كبير قوي كنت بتكلم على البارازيتيك روماتيزم، وكان في دكتور إنجليزي موجود. كان المؤتمر كان معايا دكتور أحمد الغباري. فالحقيقة الرجل هو كان من أصل إيراني، فجالي بعد المحاضرة وقال لي الموضوع ده very very important وinteresting جدا ومش موجود في أوروبا الكلام ده، وعايزين نعرف تفاصيل أكتر عنه. وطبعا أنا كنت بتكلم عليه على اسم الدكتورة بتاعتي، كانت في البلهاريز الأرثروباسي، وكنت الحقيقة يعني وصلت لعمق جديد جدا في البارازيتيك روماتيزم وعلاقته بأفريقيا على سن احنا انديميك اريا. زي ما احنا شايفين هنتكلم على حاجة اسمها توبوغرافي. يعني ايه كلمة توبوغرافي؟ انا انصحكم يا جماعة ان لما تيجي تذاكر اعرف التوبوغرافي بتاع المرض اللي انت بتتكلم عليه. بمعنى برضو في ناس كتير ويتنج، حرام ان انا اسيبهم كده بعد اذنكم، معلش يعني شوية كده نستحمل كده. أوكي. كلمة توبوغرافي دي كلمة الحقيقة مهمة جدا، معناها لما نشوف قدامنا كده اللي هي بنسميها التضاريس أو السطح. لما أقول إن في سيناء وصحراء الشرقية والوادي في النص وعلى الشمال الصحراء الغربية، وبعدين أقول فوق في البحر المتوسط على اليمين موجود البحر الأحمر، فبقول مصر. نفس الشيء الحقيقه بالنسبه للتوبوغرافي بتاع الامراض. اعرفوا ان ده هينفعك كتير جدا بعد كده في الدياجنوزس، والاهم في الديفرنشال دياجنوزس، والاهم من الاثنين في التريتمنت. لو حبيت الحقيقه اتكلم على التوبوغرافي بتاع الانتيروباسيك ارثروباسي، ما هواش الحقيقه بالسهوله اللي احنا متصورينها، لا ده موضوع كبير قوي ومهم. تعالوا نشوف التوبوغرافي بتاع الانتيروباسيك ارثروباسي. يعني ايه كلمه توبوغرافي؟ يعني هو بيأثر في أني سيستم. أدي نمرة واحد. نمرة اتنين بتكلم على الباثولوجي بتاعه. نمرة تلاتة هو بينتمي لأي مجموعة. زي ما أنتوا عارفين إن إحنا تسهيلاً على مذاكرة الروماتولوجي قسمنا الروماتولوجي كله إلى 10 مجاميع، على رأسهم الديفيوز كونكتيف وآخرهم هو الميسلينيس. كل مرض أنا بذاكره لازم أعرف بينتمي لأي مجموعة، وبعدين أعرف بعد كده الكلينيكال توبوغرافي بتاعه. عشان نشوف كلمة توبوغرافي وتيجي في ذهني، نقول مثلاً أنا قدامي واحد مثلاً نقول عليه لونه مصفر شوية، عينه ضيقة، شعره أسود غميق، وبياكل خفيش. ده غالباً صيني. واخدين بالكم؟ ده التوبوغرافي بتاع الصيني اللي أنا عايز أقوله، إن في علامات معينة مميزة للمرض دون، وبالتالي بقدر أتعرف عليه من خلال التوبوغرافي بتاعه. العشر مجاميع اللي أنتوا عارفينها اللي احنا كلنا بنذاكر منها، وكل مره في كل محاضره بحاول احطها قدامكم علشان يتلم في ذهنكم الروماتولوجي كله، بيبدا بمجموعه الديفرنشال دياجنوز اللي هي ديفيوز كونكتيف، وعلى راسهم الروماتويد. وكل مجموعه ليها حاجه بنسميها بروتوتايب اللي هو راس المجموعه. زي ما انتم شايفين كده في الصوره قدامكم المجموعه بتاعه السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروباسي دي ما كانتش موجوده قبل 73، وعلى راسها مرض مهم جدا اسمه انكيلوزنج سبونديولايتس.
وزي ما انتم شايفين هنا الانفلاماتوري باول ديزيز متحط كمرض او ممبر من الممبرز اوف سيرو نيجاتيف. طب ليه الانتيرو باسيك ارثروباسي او الانفلاماتوري باول اتحط مع السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروباسي؟ السؤال ده حقيقه لازم اجاوب عليه، ان الى حد ما مجرد ما اعرف ان هو بينتمي للمجموعه دي هنشوف اللي احنا قدامنا. دي مجموعه السيرو نيجاتيف زي ما انتم شايفين فوق الانكلوزنج، وبعدين في الجوفينايل انكلوزنج السوريتيك، وعلى الشمال تحت اللي هو الانتستينال ارثروباسي مع الكرونز ديزيز والارثراتيف كولايتس، وفي الرياكتيف ارثرايتس او الرايتا سيندروم. خدوا بالكم يا جماعه، اول ما نسمع كلمه سيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروباسي على طول بيجي لذهني ان المرض اللي قدامي ده فيه احتماليه ان الموست بروميننت ليجن فيه او الفيفرو تيشو اللي فيه عامه هو الانسيسز، زي ما كنت بتكلم دلوقتي مع محمد العدل ومع ابراهيم على الانسيسز واهميته. ان مجرد ما اسمع كلمه انسيسوب كلمه سيرو نيجاتيف يتحط في ذهني على طول دور على الباثولوجي بتاع الانسوباسي. الاكسترا ريتيكولار مانيفيستيشن بتاعته اهمهم هي اليوفيتيس، جينيتيكالي اللانس دول الى حد ما تايبد بالبي 27. الحاجه الثانيه انهم عندهم الانفلاماتوري باك بين. اذا اول ما يجي كلمه سيرو نيجاتيف بيجي في ذهني على طول اللي انا قلته دلوقتي. اذا الحاجات دي كون الانتيرو باسيك بينتمي لمجموعه السيرو نيجاتيف، يبقى لازم وانت بتذاكر او انت بتذاكر يطق في ذهنك ان المرض دون هيحتوي على اللي انا قلت عليه دلوقتي. دور على الساكرولايتس، دور على اليوفيتس وتوقع ان هو يكون موجود، دور على الانسوباسي ودور على البي 27 لانه ممكن يكون هو المسؤول عن الجينيتك سسبتيبيليتي. ده الجزء بتاع الممبرز او الجزء بتاع المجموعه اللي بينتمي ليها الانتيرو باسيك ارثروباسي. فاكرين انتم في محاضره مهمه جدا كنت قلت لكم عليها اللي هي المحاضره بتاعه الدياجنوستيك استراتيجي، ان انا لما العيان بيخش عندي العياده في عندي 10 سندرومات بفكر فيهم، العيان واحد منهم. ويمكن تحدثكم اكتر من مره قلت لكم هاتوا لي اي مرض في الروماتيزم ممكن ما ينتميش للمجموعات اللي قدامكم دي. في ريجنال بين سندروم، في جنرالايز بين سندروم، في لو باك بين، في نيك بين، في ارتكولار سندروم. والارتكولار هنا قلت لكم انها تنقسم لاثنين، واحده انفلاماتوري اللي هي موضوعنا النهارده، والثانيه اللي هي ديجنراتيف. بعد كده قلنا اتكلمنا على الاوستيوبروزيس، اتكلمنا على البون سيندرومز، اتكلمنا على البيدياتريك، واتكلمنا على المجموعه الميسلينياس. اذا انا دلوقتي المجموعه اللي انا هتكلم عليها النهارده اللي هي الانتيرو باسيك ارثروباسي بتنتمي لمجموعه كبيره اسمها سيرو نيجاتيف، وفي نفس الوقت كلينيكالي بتنتمي الى ارتكولار سيندروم، ما هياش ريجنال بين سيندروم، ما هياش جنرالايزد بين سيندروم، ما هياش بون ديزيز، ما هياش بيدياتريك، ما هياش سيستميك ديزيز معاه فيفر ومعاه راش و و و، لا ده بينتمي الى الارتيكولار سيندرومز. وحط معاها نصها الباك بين على اساس ان في جزء مهم جدا من السيندروم دي بيجي فيها سبونديولايتس، عشان كده حتى اتحط تحت الممبر بتاع السيرونيكتيف سبونديولو ارثروباس. اذا تاني حاجة هخلي مجموعة الانتيرو باسيك تنتمي ليها، نمرة واحد السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروباسي، نمرة اتنين هي الارتيكولار سيندروم لان هو بيأفكت الجوينت. بعد كده في نقطة مهمة جدا الحقيقة بحب برضو اثبت المعلومة بتاعتي، المرض اللي قدامي ده وانت بتذاكره الباترن بتاعه ايه؟ للعيان هو بيخش عندك بيبقى ليه باترن اوف ارثروباسي. يعني ايه باترن؟ يعني توزيعة المفاصل. طب هل ده يمشي على كل؟ لا، ده هيمشي على الارتيكولار سيندرومز، مش هيمشي على ريجنال بين سيندروم. العيان داخل بيقول انا عندي انكل سبين او عندي لو باك بين او عندي نيك بين او عندي مثلا هيب بين، لا ده مش هيخش تحت دي. الباترن فقط بيدخل مع الناس اللي مش عندهم مونو ارثرايتس، لا عندهم يا اما اوليجو يا اما بولي ارتيكولار. وبالتالي الباترن يهمك جدا ان في توزيعات للمفاصل، ويمكن دي تسهيل من ربنا سبحانه وتعالى علينا. زي ما انتم شايفين كده في باترن يبقى سنتريبيتال بريفري، زي ما احنا شايفين اللي هو اول صوره على الشمال. الصوره دي بتقول لي ان الباترن بتاع العيان ده عمال بيشاور على ايديه، بيشاور على الهاند، بيشاور على الفوت، بيشاور على بنسميها البريفرال جوينت. تبدا في الابر لمب من الالبو لغايه الهاند، وتبدا في اللور لمب من النيل لغايه البريفرال.
وبتبعد شوية عن البارا أكزيال اللي هما الشولدر والهيب, ودول بنسموها البروكسيمال. إذن ده بسنتريبيتال, ده يمشي أكتر مع ديفيوز كونكتيف, وطبعاً على رأسهم هيبقى الروماتويد. لو بصينا للجزء الثاني اللي هي نمرة 2 من ناحية الشمال, هنلاقي مرض سكاترد عمال منتشر في كل حتة, ومش واضح إنه ليه باتر معين, واخد صبع إيد وعامل فيه سوسيج سندروم, وعامل لي مثلا داكتلايتس, وماخد لي مثلا الميتربو فرينجا, واخد لي الترمان فرينجا, واخد معاني وانكل, واخد معاه البو. السكاترنج دون بتاع الجوين ديستريبيوشن ده بغالبا بيبقى مع السوريتك. اذا الى حد ما الباترن ممكن يساعدني. لو تاخدوا بالكم الصوره الثالثه, هو ده الباترن بتاعنا النهارده اللي هو الباترن اللي بنسميه اكزيال مع بارا اكزيال, وده على راسهم طبعا الانفلاماتوري سبونديولايتس. وفي في الاخر على اليمين اللي هي مجموعه الاوسيو ارثرايتس, زي ما احنا شايفين ان هي اكتر مع الويت بيرنج جوينت. اذا العيان وهو قدامك وانت قاعد بتتفرج بيشتكي من المفاصل, الى حد ما في ذهنك طبعا في حاجات تانية كتير جدا بتساعدك انك تفكر في الباترن ده. لما يجي لي واحد مثلا طفل صغير ويشتكي لي على الجزء بتاع اليمين مش واقعي قوي لما افكر في اوسيو ارثرايتس في طفل مثلا داخل لي عنده 8 سنين, انما الى حد ما هفكر ان هو ممكن يكون عنده الجزء اللي هو على الشمال بتاع البريفرال, وبالتالي بتخش عوامل تانية اللي هي السكس والاسني والريس والايج. يبقى اذا الباترن جزء تاني من تحديد الصوره. بعد كده عندي التايبس اوف سبونديلو ارثروباسي. يعني ايه مجموعه السبونديلو ارثروباسي؟ طبعا في الاول خالص لما اتحطت على راسها الانكلوزنج سبونديلايتس تصورنا ان الموضوع هيبقى لوكالايزد الى الساكرو ايرياك, وبعد كده يسحب شويه شويه بالعرض ويطلع في الاكسس بتاع السباين, ياخد اللامبر سباين وبعدين ياخد الدورزال اب تو السيرفايكال. طبعا الموضوع وسع وشخد شكل تاني خالص. دلوقتي بقى اصبح عندنا نوعين كبار جدا جدا من الارثروباسي ممكن افكت الديستريبيوشن. واحد الاكزيال, وده اللي هياخد الشيست والساكرو ايرياك, وممكن ياخد بارا اكزيال اللي هو الهيب, والنوع الثاني اللي هو هيبقى بريفرال. النقطة المهمة جدا بقى واللي اعتقد ان برضو انبهكم ليها النهاردة الحقيقة عشان برضو ده هيحدد سكة العلاج, ان البريفرال سبونديلو ارثروباسي, طبعا اسم يمكن تحس ان هو غريب قوي, تتكلم في ايه بريفرال وسبونديلو ارثروباسي؟ هذا ما حدث, هذا ما حدث, ده اللي قدامي دلوقتي, ان السبونديلو ارثروباسي بقى فيها سب تايب اسمه بريفرال, ومش كده وبس. ايوه البريفرال ده كمان طلع ان ليه تايبس, لو اقل من 5.34 هنسميه تايب 1, لو اكتر من 5 بنسميه روماتويد لايك وهيبقى تايب 2. اذا انا بالنسبه للانتيلوباسيك ارثروباسي لما اعرف ان هو بينتمي لمجموعه الاسبونديلو ارثروباسيس, اعرف ان انا ممكن يكون قدامي 3 اشكال من المفاصل العيان يشتكي منها. تفيدني جدا وانا قاعد في العياده ان في عيانه بتخش داخله بتقول لي والله انا عندي مثلا كرونز, هي بتبقى عارفه كده بتبقى عامله منظار و او تقول لي والله انا بشتكي مثلا من الالسيراتيف كولايتس. يتبادر الى ذهني وانا قاعد انها ممكن تشتكي لي من اوليجو ارثرايتس بريفرال لور ليم اسيمتريكال, وده هسميه تايب واحد وده ليه علاج, او هتقول لي لا ده انا ايدي ورجلي وبولي ارثرايتس واكثر من 5 ده هيبقى بريفرال ارثروباسي برضو بس ليه علاج تاني هيبقى تايب 1, او تقول لا ده انا مشكلتي كلها اكزيال عندي لو باك بين انفلاماتوري وتخش لي في الحته بتاعه الكلاسيك سبونديلو ارثروباسي. يبقى وانا قاعد وانس ان انا دخل قدامي كلمه انفلاماتوري باول ديزيز كرونز او السيراتيف كولايتس, على طول يتبادر لذهني ان العيان ممكن يشتكي من صوره من 3 وكل واحد ليه سكه علاج غير الثاني. يبقى اذا ثالث حاجه في التوبوجرافي للتعرف, انا لسه ما اتكلمتش لغايه دلوقتي على الانتيلوباسيك ارثروباسي, انا كل دون بمهد هو الانتيلوباسيك بينتمي لمين. طبعا انا لما اخلص انتماءاته بالتاكيد هتلاقي نفسك الى حد ما, او انت تلاقي نفسك الى حد ما المرض بقى واضح قدامك وتقريبا بقى تقدر تحدد ماهيته حتى لو ما خدتش تفاصيله. اذا الجزء الاولاني من المحاضره يبقى صعب شويه, الجزء الثاني ان شاء الله هيبقى اسهل كتير جدا. كلمه اسوشيشن, لو هتاخدوا بالكم واحنا بنتعرف على كلمه الديفينيشن بتاع الانتيلوباسيك ارثروباسي,
كلمة انتيلوباسيك أرثروباسي موجود فيها كلمة انترايتس. كلمة اسوشيشن في الطب عندنا، أنا كان لسه زميلة بتكلمني قريب وبعدين بتقول لي توصفت لو سمحت أنا عندي عيانة اتبعتت لي من الجلدية. طبعا ده كلام كان بيحصل كتير جدا عندنا في القسم، لازم الحمد لله النواب عندنا ما شاء الله عليهم متمكنين جدا جدا، وطبعا أقوى منهم كمان المدرسين المساعدين. أقوى حاجة في الروماتولوجيست يقول الحالة دي مش تبعي، الحالة دي ممكن تكون أوتو أميون بس مش تبعي. عشان الروماتولوجيست يقول الكلمة دي ده لازم يكون متمكن من نفسه كويس قوي، وهقول لكم ازاي دلوقتي. بتقول لي ان العيانة عندها 40 سنة وعندها الجلد بتاعها في عندها باتش كبيرة جدا، حجمها الحقيقة كان لفت نظري جدا. انا اول ما قالت لي في باتش في الدراع على طول ذهني راح للسيمينودوزم، انما لما كلمت الكلام قالت لي 30 سنتي فيها انديوريشن. اول ما قال كلمة انديوريشن على طول فكرت برضو انها ممكن تكون إريثيما بس على مستوى عالي، انما قالت لي بعد كده ان الانديوريشن ده بان في الام ار اي ان هو لوكالايز ما بانش في مكان تاني، ذهني راح لمكان تاني خالص. قلت لها عشان تفكري في حاله زي دي وانت روماتولوجيست وجايلك بجلد، وطبعا الرزاله بقى بتاعه البرانشات الثانيه ان يقول لك ايه انت مش بتوع كلينيكال ايمونولوجي، يلا حل لي المشكله، المرض ده اوتو اميون. ايوه انا بتاع اوتو اميون، بس بتاع اوتو اميون اوف روماتيك ديزيز، انا مش بتاع اوتو اميون اوف جاسترو انترولوجي، انا مش بتاع اوتو اميون اوف شست. ممكن اساعد شويه بشوف سيس شويه بس في حاجات كتير جدا. طب ما البرونكيال ازمه اوتو اميون وتبع الشست، طب ما في الاندوكراين دايبيتس ما هو اوتو اميون. اذا انا كروماتولوجيست لما يجي لي جلد انا عندي 5-6 امراض موجودين في الجلد، هم دول موست كومن وفي شويه ما هماش كتير ونادرين. زي مين؟ على سبيل المثال انا كاتب لكم هنا الاسوشيشن مثلا بتاع الجلد. الجلد اول حاجه هفكر فيها ايه؟ هفكر في الاس ال اي سكيلوديرما الدرماتومايسايت السورايسس جويدوديس وبقيه الامراض. هدور على حد من دول هو اللي عامل لي السكين مانيفيستيشن. قلت لها في حاجه في الجلد عندنا بتعمل المنظر اللي انت قلتي عليه ده، في الاس ال اي ممكن يعمل المنظر ده، هل ده ممكن يكون ديسكويد لوبس بالمنظر ده؟ هل ده ممكن يكون سكيلوديرما وبدا ما يبدا في صوابع الايد هيبدا لوكالايزد في مكان بعيد؟ هل ممكن يكون درماتوميوسايتس وبدا في الدراع ومعهوش زي ما انت قلت لي حالا دلوقتي ان السي بي كي طبيعي؟ هل ممكن يكون سورياتيك وبدا سورياسيس وجاي لوكالايزد ليجن وبتاع الجلديه هو اللي بعتها لي ومش عارف يعمل ديفرنشال دياجنوزيس للسورياتيك ليجن في الجلد؟ هل ممكن يكون ساركويدوزيس في اللوباس لايك؟ الحقيقه حاولت بقدر الامكان. طبعا يمكن كل الولاد اللي بيتعاملوا معايا روماتولوجي الصغيرين دايما بيقولوا دكتور صفوت ما بيردش على الموضوع رد مباشر، انا فعلا بقصد كده، بقصد رد انت على السؤال اللي بتوجه لك. ده واحد من دول، اعملي لاب واعملي اكسكلوجن، اعملي ايميدجينج واعملي اكسكلوجن، هتلاقي المرض واضح قدامك. ما طلعش قولي ابعتي الريكوست بتاعك، العيان ده نوت فولفيل اني اوف اوتو اميون ديزيز ريليتد تو روماتولوجي. ما انت برضو اوتو اميون عشان تحمي نفسك اكتبي ان هو ملوش علاقه باللي موجود عندك، وحتى لما مفيش مشكله قوي تكتبيهم. نفس الشيء لو العيان بيشتكي من سيستميك، عنده فيفر وبروستريشن وعنده جنرالايز بون اكس وعنده 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 في امراض عندك بتعمل كده زي الفاسكولايتس والروماتويد والاس ال اي، في واحد من دول لا خلاص نبقى نيجي للسيستميك اللي بقى حاجات ثانيه. الاي مين اللي بيأفكت الاي على راسهم؟ طبعا السكه سندروم والجوجرين سندروم والبيست والسيرو نيجاتيف وعلى راسهم السكليرايتس والسكليرايتس ومع اليوفيتس، وده اهمهم البيست، وعارفين ان احنا الفيرست كوز اوف بلايندنس في اليابان هو البيست في اليوفيتس. اذا انا لما يجي لي اي، وده الحقيقه دلوقتي بيحصل كتير جدا جدا، ان الحقيقه الناس بتوع الاوفثالمولوجي ناس محترمه جدا 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 كمان عندي في العياده الحقيقه، بيعطوا بمنتهى الذوق والاخلاق العاليه. العيان ده عنده مثلا كيراتايتس وتغير لها كورنيا مرتين، طول صفوت لو سمحت العيانه دي عندها ايه؟ ايه اللي بيخلي الدنيا بترفض الكورنيا اللي بنركبها مرتين، تدفع كل مره مبلغ كبير جدا جدا؟ احنا بنفكر يكون عندها اوتو اميون ديزيز عامل المشكله دي. طبعا انا على راسهم عندي ممكن الكيراتايتس دي يجي من الكونجكتيفايتس، ممكن يجي من سكه سندروم، ممكن يجي من الجوجري سندروم تكون كامله، ممكن تيجي من التراكوما انسو. يبقى انا دلوقتي احط قدام نفسي عيان ايه الامراض اللي عندي اللي ممكن يكون فيه اكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن بتاعتها واحده منهم الكيراتايتس او اليوفيتس او الكونجكتيفايتس او سو، وبالتالي ببدا احط خطه عندي او ورك اب عشان اوصل ايه الاي اللي موجود او الاسوشيشن. طبعا مش هطول بقى لان احنا خرجنا على الموضوع كتير قوي. نفس الشيء برضو لما يجي لك رينال
يقول لك والله العيان انا في الروتين وانا عامله طلع عنده قلب ميوريا، وانا العيان بعالجه من مثلا من سي مثلا حبه ارثرايتس في الهاند وكده، لا ده انا عندي مشكله تانية كبيره جدا، عندي امراض معينه زي ما انتم شايفين قدامكم ممكن الرينال الرينال رينال افكشن فيها او انفولفمنت بيكون بروميننت جدا. على راسهم طبعا الاس ال اي والسكلوديرما والدراجز اللي انا بديها للعيان، يبقى اعمل ورك اب بتاع الرينال انفولفمنت في الروماتيك ديزيز وهكذا. طبعا موضوعنا النهارده هو الجاسترو انتستينال تراكت، وطبعا في موجود في الانفلامتوري باول ديزيز السكلوديرما. على فكره السكلوديرما علاقته بالجاسترو انتستينال اكتر كتير جدا من الانفلامتوري باول في الفاميليترينم فيفر، هتكلم عليها حالا دلوقتي. وطبعا كلمه كولون وبتكلم على الانترايتس، لان الكلمه دي الى حد ما ترتبط بالكولون اكتر منها بالجاسترو انتستينال، عشان كده احنا سميناها انتيروباسيك، يعني الارثروباسي associating with enteritis. وكلمة enteritis لما هنقراها دي معناها affection أو involvement للsmall and large intestine. برضو الكلمات الحقيقة أنا بحب جدا أرجعها معاكم كتير. بعد كده في metabolic syndrome وعلى رأسها الجوت. دي الassociation اللي موجود. طبعا في حاجات تانية كتير إنما أنا بس جايب أمثلة. طبعا زي ما انتم شايفين كده، يعني انا بكتب الكلام ده الحقيقه علشان حبه صبر، لان كتير جدا منكم الحقيقه بيحب تو ذا بوينت. انا الحقيقه لا ما بحبش كده خالص، عشان كده الى حد ما الناس اللي بتحب تسمعني مش كتير، لان الحقيقه انا بحاول يعني استغرق واتعمق كتير جدا في المعلومه، لان ده بيسهل عليا المهمه جدا 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 قدام العيان. بمعنى انا لو اتدربت كويس جدا 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 على السباحه، بالتاكيد لو رمتني في اي حته فيها ميه ده بالتاكيد بيخليني اقدر الى حد ما انجز، واقدر الى حد ما انجز المهمه بتاعتي. فعشان كده بقول انا مش عارف من الانتيروباسيك ارثروباسي المعلومات اللي انا هقولها معاكم دلوقتي دي، اني معلومه اللي هتحتاجها انت مع العيان بتاعك. هتحتاج عيان المعلومه بتاعه الجي اي تي، ولا المعلومه بتاعه الاكسترا انتستينال مانيفيستيشن، ولا الاكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن. انت هتشوف في حياتك او هشوف في حياتك او في حياتك كم حاله انفلاماتوري باول، هتشوفي 5 مثلا في 40 سنه، نقول 10، نقول كنت لاكي قوي شفتي 15 ولا 20. تضمني لي بقى منين او تضمن لي انت منين ان ال 20 عيان اللي انت شفتهم دول او الخمسه او العشره فيهم المعلومه اللي انت قريتها وانا بديك دلوقتي وبكلمك على الانتيروباسيك ارثروباسي، هتبقى اول سطر هنتكلم عليه ولا اخر سطر؟ عشان كده لا، لازم ادرب نفسي ان اول سطر زي اخر سطر، اول القصيده زي اخر القصيده، كل المعلومات اللي عندي عن الموضوع مهمه جدا، لازم اضيع فيها وقت كفايه قوي 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 علشان اقدر بعد كده ابقى متمرس على تقديم المعونه للعيان في المعلومه اللي هو عايزها. عشان تسهل على نفسك الشغل في العياده، اتعب قوي في البيت في المذاكره، اتعب قوي في تدريب نفسك. ليه؟ مجرد ما بتقف قدام العيان، الرصيد الكبير اللي انت حاطه في معلوماتك دون هو اللي هيساعدك انك تاخد قرارات انت نفسك مش هتصدق انك خدتها قدام العيان. ربنا